عقد وزيرا زراعة عبد المنعم البنا والموارد المائية والري محمد عبد العاطي جلسة مباحثات لمناقشة التنسيق بين الوزارتين، وبحث الاجتماع التنسيق في تنفيذ مشروعات تطوير الري على مختلف المستويات وتجربة زراعة القمح بالتبريد والتي قام بها المركز القومي لبحوث المياه. واتفق الوزيران على إعطاء أولوية للأراضي التي تعاني من مشكلات في المياه وعقد اجتماعات دورية بين الوزارتين للتنسيق الدائم في الموضوعات كافة، بما يحقق أعلى إنتاجية وعائد من وحدة المياه ووحدة الأراضي.